غير حزب العدالة والتنمية الإسلامي ملامح تركيا منذ تبوئه سدة الحكم في عام 2002، لكنه أثار مؤخراً موجة احتجاجات لا مثيل لها في البلاد على خلفية اتهامه بالجنوح إلى التسلط على الحكم. بعد عقود من النمو غير المستقر وأزمة مالية خطيرة ضربت البلاد في عام 2001، انتعش الاقتصاد بفضل إصلاحات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. قام أردوغان بالتخفيف من نفوذ الجيش الذي أطاح بأربع حكومات منذ عام 1960، والذي يحرص على صيانة القيم العلمانية في بلد ذي أغلبية مسلمة. ومنذ فترة وجيزة تعرض ناشطون ومعارضون علمانيون لملاحقات قضائية على خلفية اتهامهم بتدبير مؤامرة ضد النظام. وفي منتصف عام 2013 شهدت البلاد تظاهرات احتجاجا على نزعة أردوغان إلى التسلط وأسلمت المجتمع التركي كما قال المحتجون. الحجاب الإسلامي الذي كان محظورا في المؤسسات العامة بات مسموحا به باستثناء العاملات في السلك العسكري أو القضائي. في يونيو استأنف الاتحاد الأوروبي المفاوضات مع تركيا في شأن انضمامها إلى الاتحاد. تواصل أنقرة مفاوضات مع حزب العمال الكردستاني من شأنها إذا نجحت أن تضع حداً لكفاح من أجل حكم ذاتي دام 30 عاماً وأودى بحياة 40 ألف شخصاً.